اما عمرو دياب اترجمت له اغاني كلها في العالم، رفع اسم مصر والمطرب مصري اللي هم خدوا اغانيه. عمرو دياب مسموع في العالم كله، يعني ليه ناس كثيرة قوي بتحب نوع موسيقته، لانه موسيقته لا هي عربي ولا هي غربي، هي فيها احساس، فعشان كده بتقدر توصل لغة عالمية توصل للناس كلها. النجاح سهل بس التطوير صعب، ودي اللي في عمرو دياب. معايا ملحن الأغنية اللي أنا كنت بغنيها دلوقتي، زكات ليلي نهاري ولا وحشتيني، عمرو مصطفى. هو رقم 21 سنة، لأن هو الوحيد اللي كل سنة عايز يطور. دايما لما تسمع عمرو دياب أول مرة في شريط وتقول إيه مش لذيذ، بعد كده تروح رامي كل الشرايط اللي نزلت في نفس الوقت ده وما تسمعش غير عمرو دياب طول السنه. ليه؟ لان هو بيخليك بيطورك بيغير، انت مش هو مش هيعمل اللي انت سمعته وحبيته، هو هيعمل حاجه جديد تحبها وتكون موضه.